حركة تضامنية لأوروبية لدعم حق وكفاح الشعب الصحراوي. تنظم كل سنة في مدينة أوروبية. هذه السنة تم تنظيمها في كناريا أقرب نقطة من أوروبا للصحراء الغربية. وهذه رسالة قوية من الحركة التضامنية الأوروبية لدعم الصحراء الغربية. تشارك فيها دول، تشارك فيها منظمات دولية، تشارك فيها ضمن حقوق الإنسان، تشارك فيها نقابات، تشارك فيها المحامون، تشارك فيها المجتمع المدني بصفة عامة. وشاركوا فيها بعض الحكومات. الآن عندنا حكومات، عن الجزائر، عن جنوب أفريقيا، عن موريتانيا، عن الحكومة الكنارية. إحنا في جهة البوليساريو نحترم رئيس الصحراوية، حتى إذا قالوا حبوا يكونوا مغاربة نحترمهم. لماذا الشعب يترك الصحراوي صوته؟ في نهاية الدول تتكلم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وفرنسا. جهدهم منع الصحراوي من التصويت.